السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي في سؤال برضو اتكرر عليه الفترة اللي فاتت وحبيت أنزله عشان كل يستفيد منه وهو إيه هو الفرق لما يطلب مني عدد الكروموسومات وعدد جزيئات ال عدد الكروموسومات وعدد جزيئات ال في البداية خالص واحد هيقول لي إن كل كروموسوم بيحتوي على جزيء دي ان ايه فلما يكون عندي عشر كروموسومات يبقى انا عندي عشر جزيئات دي ان ايه اقول له الكلام ده مظبوط في وقت معين ومش مظبوط في وقت معين تاني ازاي كلنا عارفين ان اي خلية بتنقسم الى خليتين بالانقسام الميتوزي والخلية دي عشان تديني الخليتين دول لازم يحدث حاجة اسمها تضاعف الحمض النووي الدي ان يبقى معنى كده ان الدي ان اي بيتضاعف قبل الانقسام مباشره طب نفهم اكتر لو هو جاي لي ان الخليه قبل الانقسام او في وضع عدم انقسام. هقول له في الحالة دي الكروموسوم ما بيكونش على الشكل اللي احنا عارفينه ولكن بيكون على هيئة كروماتيد. يبقى الكروموسوم قبل الانقسام أو عدم الانقسام ما بيكونش الكروموسوم زي ما احنا عارفين لأ ده بيكون على هيئة كروماتيد واحد. والكروماتيد بيحتوي على جزيء واحد يبقى لما يكون في الانسان 46 كروموسوم في الخليه يعني معناها 46 كروماتيد يعني معناها 46 جزيء دي ان ايه فكلهم متساويين لان في الحاله دي انا بقول الكروموسوم بيبقى كروماتيد. طيب لو بتكلم على الكروموسوم اثناء الانقسام او قبل الانقسام مباشرة يبقى قبل الانقسام أو أثناء الانقسام بس قبل الانقسام يكون مباشرة ما يكونش في فترة في الحالة دي الكروموسوم بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن اتنين كروماتيد طالما اتنين كروماتيد لما الكروماتيد فيه جزيء يبقى الاتنين كروماتيد بيحتوي على اتنين جزيء دي ان ايه اتنين جزئ ده فين؟ في الكروموسوم. طب انا عندي كم كروموسوم في الخليه؟ 46 كروموسوم. في الحاله دي كم كروماتيد؟ انا عندي اتنين. طب اتنين يبقى ستة و 46 في اتنين كروماتيد اللي هم ب وتسعين يبقى معنى كده كل كروماتيد بيحتوي على جزيء دي ان ايه يبقى 92 جزيء دي ان ايه. فهمنا الحتة دي؟ يبقى قبل الانقسام عدد الكروموسومات 46 اللي هو قبل الانقسام اصلا والخلية مش منقسمة، يبقى 46 كروموسوم. نفس الكلام أثناء الانقسام أو قبل الانقسام مباشرة بيبقى برضه 46 كروموسوم بس بيختلف في تركيبه. الكروموسوم في الأول بيكون كروماتيد واحد، لكن أثناء الانقسام أو قبل الانقسام مباشرة الكروموسوم بيبقى 2 كروماتيد. فالكروموسوم فيه كروماتيد واحد والكروماتيد فيه جزء واحد يبقى 46 كروموسوم ب 46 جزيء دي ان ايه. لكن في حالة الكروموسوم أثناء الانقسام أو قبل الانقسام مباشرة بيبقى 2 كروماتيد، بس الاثنين كروماتيد هو كروموسوم واحد. يبقى عدد الكروموسومات ما يتغيرش 46، بس عدد الجزيئات اللي في الكروماتيدات هو اللي هيزيد، لأن الكروموسوم ما بقيش كروماتيد واحد، بقي 2 كروماتيد، فبقي 92 دي ان ايه. عرفنا بقى الفرق بين عدد الكروموسومات وعدد جزيئات الدي ان بيبقى مختلف امتى؟ بيبقى مختلف هل قبل الانقسام او في عدم الانقسام او قبل الانقسام مباشره او اثناء الانقسام. طيب الجزئيه دي ممتازه وزي الفل. في حته تانية مهمه. بالنسبه لدي كم نون؟ في الحاله دي اثنين نون. يبقى الكروموسوم في الحاله العاديه اثنين نون. في نفس الوقت برضه 2 نون. يبقى عدد جزيئات الدي ان ايه بيمثلها 2 نون برضه. طيب في حاله هنا عندي برضه الكروموسومات نفس عدد فوق فبرضه 2 نون. لكن عدد الجزيئات بتاعت الدي ان ايه بيعبر عنها 4 نون. فهمنا الحته دي؟ يبقى عدد جزيئات الدي ان ايه بيعبر عنها 4 نون، طيب ليه؟ لانها تعتبر متضاعفه. احنا لسه جايلين ان اسنان الانقسام بيبقى في تضاعف. يبقى الدي ان ايه بدل ما عدده بيعبر عنه ب2 نون بيبقى بيعبر عنه ب4 نون طيب دي كانت الجزئيه اللي كنت عايز اوضحها لكم في الحلقه بتاعت النهارده يا رب تكون بس يعني كانت واضحه بالنسبه لكم ان شاء الله استنوني في الحلقات اللي جايه كان معاكم الاستاذ احمد مصطفى دعموم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته